السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحة. احنا في الاسبوع الثاني للسمان بتاعنا، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. السمان عندي بصحة جيدة، في مرحلة نمو ما شاء الله، وزي ما انتم شايفين الريش بتاعه بدأ يكتمل اهو، بس طبعا لسه رقبته، لسه ظهره، ولسه بطنه، بس هو زي ما انتم شايفين الريش فيه ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اهو. طبعا في المرحلة دي يا جماعة لازم السمان بيبقى عنده نقص أملاح وحاجات من دي، فاحنا بنعوضها له دايما بالعلاجات البيطرية اللي تعوض جسمه عن الحاجات اللي ممكن تنقصه بسبب تكوين الريش ده، لأن طبعا الريش لما بيجي يتكون بيسحب من جسمه حاجات كتير ومعادن وفيتامينات، فلازم احنا نعوضه عن طريق العلاج علشان أعزكم الله ما ياكلش الفضلات بتاعته. ودي مرحلة خطرة لو وصل ليها السمان. طبعا انا عاملة مفكرة يومية او اسبوعية للسمان بتاعي، بكتب دايما كل الحاجات اللي بحطها له علشان ابقى عارفة انا ماشية ازاي. وطبعا احنا في الاسبوع التاني ليه، تعالوا كده ايه نشوف احنا نزلنا له الاسبوع اللي فات بايه ونزلنا له الاسبوع ده بايه. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة، ده الأسبوع الأول لدورة السمان بتاعي. نزلت لهم أول يوم طلعوا فيه من البيضة بمية وسكر، وطبعا والعلف مطحون علشان المية والسكر دي مهمة جدا للسمان ساعة ما يطلع من البيضة. تاني يوم اديت لهم مضاد حيوي، واليوم التاني يا جماعة نزلت لهم بمضاد حيوي علشان لو هو في أثناء التكوين في البيضة أخذ عدوى من أمه فتبقى حماية ليه بإذن الله. ونزلت لهم اليوم الثالث بفيتامين ألف دال، واليوم الرابع برفع مناعة، واليوم الخامس بأملاح معدنية، واليوم السادس مضاد للسموم، واليوم السابع بأملاح معدنية. بس عايز أنبه حضراتكم لحاجة، إن السقاية عندي نص لتر، طبعا بنزل لهم بنص سنتي على النص لتر من المية، وبخليهم لما يشربوا المية دي ويخلصوها بقوم اخده السقاية غسلاها ومليلهم مية نظيفة بقية اليوم، يعني 12 ساعة علاج و12 ساعة مية نظيفة، علشان نخلي بالنا قوي من الموضوع ده يا جماعة. مش بيبقى طول النهار علاج، لا، ومش بيبقى العلاج ورا علاج على طول، لا، بيبقى فيه فترة راحة مية نظيفة. يعني لو انا حطلهم العلاج من بالليل طول الليل لغاية ما المية تخلص، بغير لهم المية وبسيبها لهم مية نظيفة طول النهار يشربوا مية نظيفة، وابدأ احط لهم تاني العلاج تاني اللي انا عايزة احط لهم بالليل، وهكذا، علشان ناخد بالنا قوي من الموضوع ده. ما نديش علاج في علاج ورا بعض على طول، لازم فيه على الاقل 12 ساعة مية نظيفة بين العلاج والعلاج. نيجي بقى للاسبوع التاني، حطت لهم يوم السبت مضاد للسموم ويوم الحد رافع مناعه. احنا النهارده الاثنين، طبعا انا حاطه لهم رافع المناعه ده بالليل، فطبعا لما صحيت الصبح غيرت الميه وغسلت السقايه وحطت لهم ميه نظيفه. طبعا احنا النهارده الاثنين لسه ان شاء الله على بالليل بقى هنشوف انا هحط لهم ايه العلاج المناسب ليهم وهحط لهم ان شاء الله. فتعالوا كده ناخد نظره اخيره على السمان بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، اهم حاجه يا جماعه النظافه معانا في القطاع بتاعكم، ما تسيبوش ابدا قدامهم فضلات اعزكم الله. زي ما انتم شايفين النشاره بيوقعوها في الميه، دايما تيجوا تنضفوها، ولو لقيتم فضلات في الميه يا جماعه ما ينفعش تشيلوها، لازم تشيلوا الميه خالص، تغسلوا السقايه كويس قوي وتملاها لهم ميه نظيفه، ما تسيبوش الفضلات في الميه ابدا، خلوا بالكم وعينكم على القطاع بتاعكم باستمرار، ما سيبوهوش ابدا، خلوا بالكم منه لانه بيبقى عايز رعايه واهتمام قوي في الفتره الاولانيه دي. زي ما انتم شايفين انا حاطه لهم الاكل بتاعهم اهو يا جماعه، زي ما انا قلت لكم قبل كده الاكل ده مطحون 23% بروتين، زي ما انتم شايفين النشاره قدامهم زي الفل، بغير لهم كل يوم النشاره دي، بس معايا نشاره بحيث ان انا ساعه ما الاقي اعزكم الله فضلات بقت كتيره على الوش، من رغم ان انا مغيره الفرشه كلها ليهم، فبشيل الحبه اللي توسخوا من على الوش وبفرش حبه ايه نضاف، لكن كل يوم الفرشه كلها بتتغير. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني انا طول النهار معاهم اشيل الشويه اللي على الوش اللي توسخهم واقوم حاطه لهم شويه نضاف، لكن الفرشه كلها بغيرها كل يوم. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله،
اهي دي ميه نظيفه يا جماعه، مفيش فيها اي علاجات النهارده، وان شاء الله بالليل هحط لهم املاح معدنيه علشان الريش بتاعهم. يا جماعه خلي بالكم من الموضوع ده، الاملاح المعدنيه مهمه جدا في المرحله الاولانيه للسمان، الثلاث اسابيع الاولانيين مهمين جدا ليهم الاملاح المعدنيه علشان تكوين الريش بتاعهم، ما يبقاش عندهم نقص فيتامينات واملاح معدنيه. زي ما انتم شايفين كده عاملين زي كل شويه، زي ما انتم شايفين والله عين عليهم رايحه جايه، اشوف الميه شكلها ايه، اشوف الاكل اعزكم الله عملوا عليه فضلات، اشوف النظافه اخبارها ايه، وهكذا طول النهار قدامهم لحد ما اسيبهم بقى واخش انام، واستودعهم الله والله واخش انام زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ويا رب حبايبي يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوناش بفائض دعائكم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.